مشاهدة طبعا من حوالي 14 قرن بنيت في الجزائر أهرامات كانت بمثابة أضرحة جنائزية، طبعا دفن فيها ملوك الأمازيغ. هذه المعالم الأثرية ما زالت تخفي أسرار حقبة تاريخية لم يتمكن الباحثون من معرفة خباياها لحد الآن. خلونا نتابع. تيهرت هو اسمها الأمازيغي، عاصمة الرستميين قديما. هنا دفن بعض من ملوك الأمازيغ، دفنوا في أضرحة تشبه الأهرامات. يرجح علماء الآثار أن هذه الأهرامات بنيت ما بين القرنين الخامس والسابع للميلاد. استخدمت فيها الحجارة الرملية والكلسية، ونحتت عليها مشاهد صيد وصور لحيوانات. أولى الحفريات الأثرية بدأها فريق من الباحثين الفرنسيين سنة 1865. توصلوا إلى أن هذه الأهرامات كانت عبارة عن معالم جنائزية وأماكن للعبادة. نحن نتواجد بأحد أروقة هذه الأهرامات التي تقودنا إلى الغرف الجنائزية. لم يعثر لحد اليوم على الأدوات الجنائزية التي كانت موجودة بداخلها، فأغلب الهياكل العظمية والكنوز التاريخية التي عثر عليها نقلت إلى فرنسا في القرن التاسع عشر للميلاد خلال فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر. يحاول رشيد الباحث في علم الآثار الكشف عن بعض من أسرار هذه الأهرامات التي بقيت مجهولة من حيث طريقة تصميمها وبنائها. الأهرامات الموجودة بالجزائر طولها إلى حتى 17 متر. أهرامات الجزائر تحتوي على قاعدة مربعة وهرم مدرج، في حين أهرامات مصر مباشرة هرم إلى الأعلى. نلاحظ أنه شكل الأهرامات الموجودة بالجزائر هي صغيرة الحجم مقارنة بالأهرامات الموجودة في مصر والمكسيك. الزخارف التقليدية المنحوتة على العتبات العلوية الحجرية للأبواب الداخلية بقيت محل اختلاف بين الباحثين من حيث تفسيرها. كل هذه الرسومات تعود للفترة المسيحية المتأخرة، وبالتحديد بين القرن الخامس والسابع ميلادي، وتحديداً الفترة البيزنطية. أهرامات الأجدار تحولت إلى مقصد سياحي يثير دهشة وفضول الكثير من الزوار. دخلت إلى المنطقة التي كانت عبارة عن مقابر، أشعرتني بالكثير من الغرابة والدهشة. تفاجأت من الرموز الموجودة هنا والآثار التي تعبر عن مدى البعد التاريخي لهذه المعالم. صنفت أهرامات الأجدار ضمن التراث الجزائري المحلي سنة 1969، ولكن السلطات الجزائرية تتطلع إلى تصنيف منظمة اليونسكو لها في لائحة التراث العالمي. رفيق بخوش، وصباح الخير يا عرب. مدينة تيارت غرب الجزائر.